وين ابو احمد؟ اليوم تصل الوفود للفصائل الفلسطينية والمستقلين لاستكمال الحوار الوطني بشأن الانتخابات العامة المرحلة الأولى المجلس التشريعي باعتباره المرحلة الأولى من المجلس الوطني ثم الرئاسة الفلسطينية ثم المجلس الوطني. دقيقة ماشي لو سمحت ورجع ورا راجي راجي التوفيق إن شاء الله عمر عمر الله سهلك. غير كافي لابد من استكمال باقي المخاطر. أعتقد وجود لجنة